السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم معانا في لعبة جيلد وورز 2. النهاردة هنشرح الفيديو رقم 2 في ال دبليو في اس دبليو أو الورلد في اس وورلد. آخر طبعا الفيديو اللي قبل ده شرحنا فيه الورلد، الألوان والخرايط وازاي تخش وايه الماتش اوفر فيو، ايه الصناديق اللي انت تختارها وبتختارها ليه، الرانكينج ان ابيليتي طبعا شرحناها كلها تمام، وشرحنا ازاي ان انت تختاره ايه اللي انت تختاره. دلوقتي احنا جوه الخريطة، طبعا لو انت ضغطت ماب من الكيبورد بيفتح لك الماب الكبيرة فيها اربع خرايط اهم، والخمسة اللي هي ايج اوف ميستس اللي هي قلنا دي البونس ماب تمام. كل سيرفر بيبقى ليه خريطة، وفي طبعا الخريطة اللي هي الرابعة بتبقى بتاعت العام كله بيلعب فيها، بس السي فارير ريسيت ده دي الخريطة بتاعتنا باللون الاحمر، جادي باللون الازرق تمام، وده الاندر وورلد باللون الاخضر. طبعا كل الـ الالوان الموجوده في الخريطه معناها دي تبع السيرفر اللي هو صاحب اللون ده، ده طبعا ده تبع اندر وورلد محتلين المكانين دول، الازرق ده تبع جادي سي، الاحمر تبع سي فرير تمام. الخريطه اللي هي الترنال بتر جراوند اكتر الناس بتلعب فيها هنا، واكتر حاجة بيلعبوا عليها السنتر ده، يعني السنتر ده في ثواني بتلقاه تبعك، في ثواني اخدوا السيرفر التاني، في ثواني دخلوا عليك السيرفر التالت اخدوه. اكتر مكان بيحصل فيه ضرب واحتل وان انت تحتله ويتاخد منك وكلام ده السنتر في الاترنال باتل جراوند. طبعا زي ما قلنا ان انت بتلعب في سكواد في الورلد في اس وورلد، وبيكون في السكواد دي ماسكها كوماندر عليه العلامة دي اهي الايقونة دي، ولو شفتوا هنا في الخريطة اهو ما بيكون مكتوب عليه اسم الكوماندر والمسافة اللي هو فيها في الخريطة. في السهم ده اللي الموجود فوق على الشمال لو انت ضغطت عليه وقلت فيو از جريد بيفتح لك اللي بيغير لك بيغير لك شكل الايكون بتاعت البارتي تمام. انت لو شلت العلامة دي تاني بيرجعك اهو، بيوريك ان ده بياخد دامج ودي بفات اهي، دي طبعا في حاجة اسمها كونديشن دامج وفي حاجة اسمها باور، وده هنتكلم عليه في فيديو تاني ان شاء الله. زي ما قلنا هنا اللي ده الاوبجيكتيف اللي هو موجود في ال WVSW اهو، اي حد معدي هنا بعيد من السيرفر بتاعنا في المكان ده تمام، الجارد اللي هو موجود في المكان بيضرب عليه. فهنا عشان تخش انت تحتل المكان ده تمام، لازم بتجيب معدات اللي انت بتشتريها من الام بي سي الموجود في الخريطة تمام، اللي هي حاجات بتكسر بيها البوابة او بتكسر بيها الحيط ده عشان تخش جوه طبعا تمام. فبعد ما بيتكسر الجدار ده او الحيطة دي تمام، بتخش جوه هنا على التشامبيون. اول حاجة لازم طبعا بعد ما بتكسرها مش بيبقى تبعك، لازم تضرب التشامبيون الموجود هنا اهو، ده التشامبيون تاور لورد لازم يتضرب هو والمجموعة اللي حواليه تمام. خلاص انت بيجي هنا يحتل، اول ما تحمل دي بتبقى كانت بتكون طبعا مثلا باللون الازرق، اول ما بتحمل بتبقى باللون الاحمر، بتبقى خلاص المكان ده تبعك. اول ما بيبقى المكان ده تبعك طبعا بتقدر ان انت تتعامل فيه ان انت تاخد سبلاي تمام، بتقدر ان انت تاخد الحاجات اللي هنا دي بتاعت الكرافتنج، بتتعامل في اي حاجة في المكان ادام انت محتله. العلم الاخضر طبعا مش تبعنا يعني ده فيترن تمام، انت ممكن ان هو تحتل المكان ده، ممكن تلعبها سولو الحته دي تمام اهو. ممكن انا هنا ممكن العب بال اهو، ده عليه اخضر ده تفهم مش تبعنا، ده السيرفر اللي هو بتاع اندر وورلد مخدينه، ده فيترن اهو ممكن انا العبه لوحدي اهو
زيه زي الاوبجكتيف الكبير بس طبعا على حاجة صغيرة اهو. اهو في الاوبجكتيف الكبير بيفتح لك نفس الحاجة دي اهي تمام، فبتحمل اهو. كل ما بتحمل او ما بيخلص التحميل بتاعها بتبقى الحاجة دي تبعنا، والعالم ده هيتغير طبعا من الاخضر للاحمر اهو كده، خلاص بيجي تبعنا او اتغير طبعا من الاخضر بيجي لونه احمر، بيجي نفس اللون بتاع الضلعة اللي احنا فيها اهو هنا. دي طبعا الصناديق اللي احنا قلنا عليها اننا بناخدها هدايا في الاختيار اللي انت بتختاره هنا في الريورد تراكس تمام. وده الصندوق ده اللي هو انت بتاخده هنا اهو، انا ماخد واحد اتنين في الاول صندوق، ده التالت اهو، ده رقم تلاتة تمام. اهو الكوماندر طبعا احتلوا السنتر، خلاص السنتر كده بيجي تبعنا. اي علامة عليها علامة السيفين هنا تمام، فهي موجود فيها في ضرب فيها، يا بتدافع يا انت بتهاجم عشان تاخد المكان ده. الايكون الايكون الزرقاء دي طبعا معناها ان البلاير ده تبعك في السكواد، بس الكاركتر ده ميت، موجود في المنطقة دي بس ميت. العلامات دي كلها اهي، دي علامات السبلاي. اي علامه زي دي فهي ده موجود ان هنا، ده موجود سبلاي، ده النص دي تمام بتاع القصل دي المنطقه دي، ده بيكون موجود فيها الليجندري او اللورد اللي هو لازم يتضرب عشان تحتل المكان ده. طبعا انا هو هنا وصلت لحد تير 6، لاني انا كل ما بتلعب كل ما بتعدي في التير لازم تبقى اكتف، ما ينفعش ان انت تقعد قاعد يعني موجود في الخريطة بس مش بتلعب. طبعا مش بيديك اي حاجة، بيقللك في التير تمام، لازم تبقى اكتف، لازم ان انت تلعب. فهنا ادام المكان ده بيجي تبعنا فبتقدر تخشه، طبعا ادام تبعك بتقدر تخشه اهو، تخش تاخد فيه سبلاي، تاخد فيه اي حاجة. ده طبعا زي ما احنا قلنا الفليم رام اللي هو بيكسر البوابة، ده لازم ده عشان تكسر البوابة، او الضربة بتاعتك انت مش بتأثر على البوابة طبعا جامد. لو دخلنا جوا في المبنى اهو، ده الليجندري كاسل لورد اهو، ده لازم يتضرب عشان انت تحتل المكان اهو. انا في داخلين علينا هم اهم، طبعا احنا قاعدين هنا من غير كوماندر. هم بيضربوا في البوابة دي، هم بيضرب شغال اهو في البوابة اللي برا. فهو احنا خدناها، احنا لسه مخدينا منهم، فهم اندخلوا عشان ياخدوها تاني. طبعا انت اي حد بيوقع بيكون تبعك في السكواد بتصحيه، بدل ما هو يرجع من اول الخريطة ويرجع لك تاني فبياخد وقت. الكوماندر اهو اللي ماسك السكواد ده، وكل الناس بتيجي طبعا ورا الكوماندر تمام، فكله موجود هنا ان هو هيعمل ديفند للمكان ده.
هم انكسروا طبعا البوابة او كسروا الجدار ودخلوا جوه، بس ما بقتش لسه تبعهم، لازم ده يتضرب. الليجندري كاسل لورد ده لازم يتضرب. طبعا ممكن نلحق ان احنا نعمل ريبير عشان البوابة تتقفل. عاوزين سبلاي. اهو البوابة طبعا كله بيعمل لها ريبير، فبترجع تاني الهيلث بتاعها. فهم عشان يخشوا لازم يكسروها من جديد. فكله ده طبعا احنا بنكسب وقت بيه. هم ارتدوا يضربوا بره تاني في البوابة. سكواد كامل كوماندر ده بيضرب بالسيرفر ده، بيضرب في ده عشان يحتل المكان ده، بيرجع السيرفر ده تاني عشان يحتله تاني. تمام، من اقوى الـ 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 الاماكن في الـ من اقوى الحاجات في اللعبه دي في جيلد وورز 2 هو الدبليو في اس دبليو، قويه جدا ممتعه في اللعب بصراحه. تمام، ابدعت فيها شركه ارينا نت. بتمنى ان يكون الفيديو ان شاء الله عجبكم، او انا قدمت معلومة. لو في اي سؤال او اي استفسار في الوورلد في اس وورلد، يا ريت حد يكتب لي في الكومنت، ويا ريت تكتبوا لي في الكومنت وانا ان شاء الله اعمل عليها فيديو واجاوب لكم عليها باذن الله. اشوفكم في فيديو قادم وجيلد وورز 2. السلام عليكم.